الخير. يوم بعد يوم وحلقة بعد حلقة عم نكتشف طاقات ومواهب شبابنا وصبايانا وإمكانياتهم العلمية والثقافية، وعم ناخد من خلالهم معلومات يمكن بيصعب نحصل عليها بسهولة. ونحن وهالشباب وهالصبايا على تواصل وعلى لقاءات مستمرة نحو الأفضل. بالبداية خلونا نرحب سوا بالفريقي على يميني. كارين القاضي، ثانوية حوش الأمرة. دينا القادري، أن إي إس. كارلا دردريان، أن إي إس. محمد عرابي، ثانوية عدنان الرسمية. أهلا وسهلا فيكم. فريق بي. قاسم جراح، أزهر البقاع. جوال لبك، القديسة حنة. مريان الطيف، معهد يسوع الملك سهل. مايا طعمي، مركز أمل مختار. أهلا وسهلا فيكم معنا عن جديد. نبدأ مع الإي، والسؤال الأول بالتاريخ عن لبنان. من كان رئيس حزب النجادة خلال معركة الاستقلال؟ عدنان الحكيم. صح صح يا كارين، أول علمتين لإلكم. سؤال للفي، ما هو البند الرابع من الميثاق الوطني؟ البند الرابع الوظائف توزع على نحو عادل، على صح، مع الأخذ بالاعتبار الاختصاصات التي توزيع المراكز والوظائف، مع توزيع العادل. صح صح يا مايا، علمتين لإلكم. كارين، السؤال الثاني، من أخرج من جيبه كتاب الاقتداء بالمسيح بعدما نقل إلى قلعة راشية واعتقل وبدأ يصلي صلاة الصبح؟ بشار الخوري. صح يا كارين، بشار الخوري. السؤال الثاني للفي، اتخذ النواب بعد مشاورات هاتفية مع بقية النواب قراراً بالإجماع باعتبار ماذا؟ باعتبار الانتداب الفرنسي لاغياً. صح يا مايا، علمتين لإلكن يا مايا. السؤال الأخير يا كارين، استناداً إلى البند الثالث من الميثاق الوطني، كيف يعيش أبناء لبنان؟ يعيش أبناء لبنان بموطن من الحرية والمساواة. البند الثالث بجو من الحرية والمساواة، هذا السؤال ليش مكتوب؟ شو قيمته بالميثاق الوطني؟ انه اليوم لبنان في حريه مطلقه لكل الاديان، دوله ما لها دين، ما بينذكر دين الدوله بلبنان، ببعض الدول العربيه او باكثرها بينذكر دين للدوله، مش هيك مرق هذا البند عملوه رياض صلح وبشار الخوري، انه في حريه معتقد لكل الاديان ولكل المعتقدات ممكن تكون موجوده. مايا، السؤال الاخير، ماذا حاولت وحدات من الجيش الفرنسي أن تفعل ب 15 و16 تشرين الثاني 1943؟ حاولت اقتحام شامون. صح يا مايا، كمان علمتين لإلكن، صار معكم 6 علامات، برافو. السؤال الأول بالتحليل الذهني، ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 37 124 472 1864. انتوا عم تشتغلوا، بحب اذكر مثل بكل حلقه انه الفرق الثلاث الاول لهم جوائز ماليه تقدم بلديه زحله معلقه عنايه، يعني الفريق الاول كل شخص منه بيربح 1.5 مليون، الفريق الثاني 1,125,000، الفريق الثالث 750,000، يعني الجوائز بتتوزع على 12 شاب وبنت. جواب 7524. شو الطريقة؟ نقصت 6 وضربت ب4. بس جواب غلط.
الطريقة صح، أخذت علامة على الطريقة. نشوف هوني 7432 عفوا. دونك علامة بعلامة. فرقت معك عشوائي يا محمد، بسيطة. منتبع مع البي. والسؤال الأول، ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 36 160 380 780 سوري 3880 36 160 780 3880. وينك وين؟ الجواب هو 19380. ضربنا بخمسة بس نقصنا أربعة مش 40. إذا بدك تنقصي 40 خلص صار الرقم تقريبا صفر. كيف بتقولي 40 مطرح الأربعة؟ غيرتي كل السؤال كنت جاوبتي عليه. مع الجواب صح بس ما قلتي لنا الجواب، قلتي لنا الجواب كنا نضربنا، كنت أخذتي علامة. ما فينا نشوف الورقة، قلتي لنا الجواب هلا تاخدي علامة على الجواب. كان طرت علامة شو اسمه الطريقة. روحتي نقطتين. السؤال الثاني للي، ما هو الدخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ 108 207 869 567 702 108 207 869 567 702. هو الدخيل. ليه؟ لأن كل الموجودين بيقسموا على ثلاثة بس هم بيقسموا لأنه مجموع 21. لا هم كله بينقسم على ثلاثة إلا هيدا الرقم. يا بينقسم على ثلاثة يا تسعة مثل بعض. إيه إنه هو نفس الشيء على فكرة. مظبوط. صح صح يا محمد. علمتين لإلكم يا محمد. صار معكم 9 علامات. منتابع مع الفي. والسؤال الثاني، ما هو الدخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ 434 567 761 651 476 434 567 761 651 476. يا جوال علمتين لإلكن، صار معكن كمان 9 علامات. السؤال للإيه، استعمل الرقم 9 8 مرات لتحصلوا على العدد 261. 9 8 مرات لتحصلوا على العدد 261.
خلص الوقت، عندكم جواب؟ ما في جواب يا محمد؟ في جواب يا كريم؟ شو؟ 9999 بدي 261. جواب 99 زائد 99 زائد 9 ضرب 9 ناقص 9 غير طريقتك يا استاذ كمال، بدك تجربها؟ دي قلي اتاكد منها استاذ كمال. 99 عاديه؟ 99 زائد 99 زائد 81 صح. استعملت كم مره بتكوني 9 1 2 3 4 برافو يا جوان. عفيك هلا بتعطيك المدام الطريقه اللي عملتها انا، والله بهنيك. شو طريقه اسهل؟ استاذ كمال ضربهم ببعض، 9 ضرب 9 زائد 9 ضرب 9 زائد 9 ضرب 9 زائد 9 زائد 9. برافو يا جوان. علامه لكم يا جوان، صار معكم 10 علامات ومنتبه معكم بالسؤال الاخير. استعمل الرقم 9 8 مرات لتحصل على العدد 298 هالمرة. 298 9 8 مرات لتحصلي على العدد 298. عشر علامة. لحظات قليلة مع الإعلان ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير. قبل ما نبدأ الفقرة الثانية من التحدي الكبير، بذكر بالعلامات. فريق إي معهم 9 مقابل 12 علامة للفريق بي. نبدأ معكم إي، والسؤال الأول بكرة القدم 2018. يلا يا محمد، من هو مهاجم منتخب فرنسا ونادي أتلتيكو مدريد خلال العام؟ أنطوان غريزمان. صح، ما نطرني محمد لأخلص السؤال. برافو يا محمد، علامتين لإلكم. السؤال للفي، يلا يا قاسم، من هو المهاجم في نادي تشيلسي الإنجليزي الذي عاد بأيلول 2019 إلى صفوف المنتخب الإسباني؟ 2018 سوري، وصلنا أيلول 2019. من هو المهاجم بنادي تشيلسي الإنجليزي الذي عاد بأيلول 2018 إلى صفوف المنتخب الإسباني؟ دييغو كوستا. لا، اسمه هين كثير، ما في أنترك. الجواب هو ألفارو موراتا. منتابع مع الإي، والسؤال الثاني، من هو حارس وقائد جوفنتوس الإيطالي الذي بوفون بأمرك. بس رح كفي السؤال بس للمشاهدين. من هو حارس وقائد جوفنتوس الإيطالي الذي ودع جماهير بطل دوري الدرجة الأولى بعد 656 مباراة بأيار 2018؟ برافو يا محمد، علامتين لإلكم، صار معكم 13 علامة. السؤال الثاني للفي، من هو الأرجنتيني مدرب منتخب كولومبيا الذي استقال من منصبه ب 5 أيلول 2018؟ من هو الأرجنتيني مدرب منتخب كولومبيا؟ بكرمان. صح صح، علامتين لإلكم، صار معكم 14 علامة. السؤال الأخير كرة القدم، ما كانت نتيجة المباراة بين منتخبي إسبانيا وإيران بمونديال 2018؟ 1-0 لإسبانيا. صح، 1-0 للإسبان،
علامتين لإلكن صار معكن 15 علامة. السؤال الأخير للفي، من هو المدرب الأسطوري السابق لنادي مانشستر يونايتد الذي أصيب بمرض خطير ودخل العناية الفائقة ب 5/5/2018 عن عمر 76 سنة؟ سير أليكس فيرجسون. صح. كمان علامتين لإلكن، هيك بيكون صار معكن 16 علامة. وبحب هنيك إنه ذكرت إنه السير ملكي أعطيته لقب سير، عفاك صح عفاك، الملكي بإنجلترا أعطيته لقب سير، هذا اللقب ما بينعطى لمين ما كان، أشخاص كتير برزوا لعبوا دور، بهنيك إنك عرفت الملاحظة. برافو يا قاسم. منتابع معالية، والسؤال الأول عن مسرح الرحابة، أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية هالة والملك للرحابة، مدري شو بني، مثل العمر سنة، مدري أنا مستوحشة، مدري أنا حزينة. برافو يا كارلا. علمتين لإلكن، صار معكم 17. في السؤال الأول، ما كان اسم فيروز بمسرحية ناس من وراء؟ ريا. صح. ماريا. السؤال الثاني للإية، ما الاسم الذي حملته فيروز بمسرحية ناطورة المفاتيح؟ شو كان اسمها؟ زاد الخير. زاد الخير، صح. في السؤال الثاني، أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية جبال الصوان، كتارق ليل يكونوا شو هم؟ رح نكمل باللي بقيو. رح نكمل، صح، منكمل باللي بقيو. السؤال الأخير للإيه، بأي عمل مسرحي للرحاب غنيت فيروز دنيتنا الصخر الوعر؟ أيام الحصاد. صح، أيام الحصاد. علمتين لإلكن، صار معكن 21 علامة. السؤال الأخير، بماذا تشعر عطر الليل الفتاة من عامة الشعب بمسرحية فخر الدين للرحابنة؟ بالخوف على موطنها. صح. على موطنها وعمين كمان؟ وعلى شعب. كملي. وعلى مين؟ قلت لك يا صح، قلت بس بعد على كملي. على رأس الموطن، مين فيه؟ على الموطن وعلى الشعب وعلى الأمير. نبدأ بأول سؤال سويسرا، كم بلغ عدد القتلى بحرب ساندربوند؟ السؤال الأول عن سويسرا للفريق، في ما هو أكبر كانتونات سويسرا؟ صح. علمتين لإلكن كمان، يعطيكي معلومة لإلك بلكي تعرفوا أنه زوريخ تسكر بورصة نيويورك، يستشيروا بورصة زوريخ قبل ما تسكر العملة بالعالم. ما مهم زوريخ باعتبار أنه مبالغ بآلاف مليارات الدولارات تبع العالم موجودة ببنوك سويسرا، والمركز الأساسي هو زوريخ. السؤال الثاني، ماذا استطاع الشعب السويسري بعد كل مشاكله مئات السنين أن يؤسس بالتفاهم والتلاقي؟ مستقلة ديمقراطية. شو عندها ميزة؟ حياتية. ايه. بعيداً عن اوكي. صح. برافو يا دينا. وأنا حبيت ركز على السؤال تقلكم إنه بعد المشاكل سويسرا صارت ديمقراطية وبعيدة عن المشاكل الحياتية، وتعتبر أرقى دولة في العالم تقريباً. من أرقى دول العالم. السؤال الثاني، بماذا يرتبط الاستقلال الذي حققته الكانتونات الأولى بسويسرا؟ بماذا يرتبط الانقلاب العميق لزعرفت؟ صح، بالانقلاب العميق. السؤال الأخير للإي، كم بلغ عدد المقاعد النيابية بكانتونات برن؟
فيرن سوري. كم بلغ عدد المقاعد النيابية بكانتونات بيرن؟ 29. صح يا جوان. علمنا لكم صار معكم 27. والسؤال الأخير، ما هي الحرب التي وضعت التعايش السويسري على المحك؟ الحرب العالمية الأولى. هيك بيكون صار معكم 29 علامة، ومن إلكم ألف مبروك. نتلاقى بحلقة جديدة من التحدي الثقافي الكبير، وهارد لك للإيه.